بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات بإدانة الدنيا دبي. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة وتحديات أول أشواط الإنتاج والمنتجين، انطلاقات الذلل المحليات الأصايل في ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. مباشرة نتقدم وننطلق مع هذه الأسماء والشعارات المنطلقة، والظبي على المركز الأول راشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري ينطلق على المركز الأول مقدما الظبي في صدارة هذه الأسماء. المركز الثاني يتابع المركز الثاني أشود القادمة، عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري ينطلق مع أشود القادمة على المركز الثاني. والمركز الثالث نتابع في هذه الانطلاقات والتحديات القادمة على المركز الثالث الصغيرة القادمة على المركز الثالث تنطلق بشعار حمد بن فايز بن غفان اليابري، يتابع ويراقب انطلاقة الصغيرة على المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع، وتابع في رابع المراكز الوصول والانطلاق في هذه اللحظات من قبل شعار بالضبيع القادم والمنطلق في هذه اللحظات. نتابع في هذه اللحظات المركز الخامس، وصول على المركز الخامس من سمحة زايد بن محمد بن زايد المنصوري قادم على المركز الخامس مقدما الانطلاقات سمحة والتحديات. سمحة المنطلقة على المركز الخامس. سادس المراكز نتابع ونكمل ندانا مع المركز السادس النويعس، خميس بن محمد بن خصيب الظاهري قادم على سادس المراكز. والمركز السابع المتسللة في هذه اللحظات رغد القادمة، الرغد منصور بن سعيد بن ضحي بن خليفة الكعبي القادم، وصول على المركز الثامن من جواهر أحمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري. ما شاء الله، هذا شعار قدم اسمين في يوم الأمس بأشواط الثنايا في أشواط الإنتاج والمنتجين، حظى بالأشواط الرئيسية مع المحليات والمهجنات. شعار بن يزرب. نسير مع المركز التاسع وأتابع شرايين محمد بن سالم بن ضحي قادم مع شرايين في مركزنا التاسع. والمركز العاشر هذه معتادة، سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الإحبابي الشاعر القادم على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء، لهذه الشعارات المنطلقة والمتقدمة على أرضية هذا الميدان. مشاهدينا متابعينا الكرام، عودة إلى البداية، عودة إلى الصدارة. الحميري يقود المسار، الحميري على المركز الأول، راشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري يقدم الظبي على المركز الأول. المركز الثاني الصغيرة قادمة الصغيرة بشعار حمد بن فايز بن غفان، شعار الطبيب الشعبي ينطلق في هذه الانطلاقات والتحديات مقدما انتاج ابو حمد في هذه التحديات. راعي مصيحة ينطلق مع الصغيرة. المركز الثالث، المركز الثالث هذه سمحة زايد بن محمد بن زايد المنصوري القادم في هذه الانطلاقات. شعاري عالية
يتقدم، والعديد من الأسماء اللي قدمهن هذا الشعار في عالم الأصايلة. المركز الرابع، المركز الرابع، نتابع في رابع المراكز والانطلاقات. أسود قادمة، أسود عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري قادم على المركز الرابع، يقدم أسود شعار العاند ينطلق في هذه التحديات. خامس المراكز نتابع رغد القادمة، رغد أهالي مزيرع قادمين في هذه الانطلاقات، مشاركين دائما مع كل التحديات. شعار ينطلق منصور بن سعيد بن حي بن خليفة آل كعبية على المركز الخامس. المركز السادس نتابع شعار بالضبيعة الواصل، ينطلق شعار بالضبيعة، شعار القادم من نزوة في هذه التحديات والانطلاقات. هذه اللي واصلة، هذه هملولة، سعيد بن مطر بن محمد بالضبيعة الكتبي القادم. وصول كذلك من شعار جواهر أحمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري القادم على المركز السابع. المركز الثامن نتابع بن خصيبة والنواعس، خميس بن محمد بن خصيبة الظاهري وقادمه مع شعار معتاد، سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحباب. يكتفي بهذه الأسماء، أعود إلى المعركة، إلى المعركة والصدارة. ما شاء الله، غيرت الصغيرة، انطلقت في هذه اللحظات. روح يا ابو حمد والقلب داعي لك في هذا المسار، جماهيرك محبينك يتابعون انطلاقات الصغيرة، لكن غارات اهالي الخوانيج بدأت في هذه اللحظات. شنوا الغارات للخوانيج ورعي البطيل، وهذه الظبي راشد مسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري قادمه كيل والغابات والثلاثة كيلومترات المتبقية عن خط النهاية، عن ناموس هذا الشوط. المركز الثاني هذه الصغيرة قادمة صغيرة في ملاحقة الظبي الصغيرة، تبغى السلام لأهالي السلطنة بالتحديد هلي القبائل، ينتظرون التحية والسلام. يا أبو حمد معودنهم دائما بالسلامات، حمد بن فايز بن غفان هنا على المركز الثاني، راعي مصيحة يتابعها الطبيب الشعبي. المركز الثالث قادمة على المركز الثالث، هذه سمحة زايد بن محمد بن زايد المنصوري، شعار القادم من الظهرة في هذه الانطلاقات. رغد 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 قادمة، رغد منصور بن سعيد بن حي بن خليفة الكعبية قادمين، هالي مزيرعة بأمال ميدان الذين في هذه الانطلاقات، في هذه التحديات. المركز الخامس وصل جواهر، يقدم دائما جواهرة في عالم الأصايل، أحمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري القادم مع هذه التحديات. قدم ثمينة وشهب في سن الثنايا، احتضن أشواط الإنتاج، اليوم قادم في سن الكبار، ينطلق مع انطلاقاته وتحديات جواهر. الخمس انفردا عن بقية المراكز، انفراد كلي في هذه اللحظات بقيادة أهالي الظفرة على المركز الأول بتقدم ما شاء الله بتسع دقائق وسبعة وخمسين، قطعت سمحة ستة كيلو مترات. نتابع المركز السادس، وصلت النواعس، خميس بن محمد بن خصيبة الظاهرية قادم، والقادم مع سود عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري قادم، ومعتادة قادمة، معتادة الشعر قادم، سعيد بن حمد بن مصلحة الأحبابي قادم في هذه الانطلاقات. والقادمة شرايين محمد بن سالم بن حي قادم مع شرايين، يا راعي شهاليل قدمت شهاليل، قادم مع شرايين، لكن بعود إلى الصدارة
بعود إلى المقدمة مع المراكز الأولى إلى المركز الأول، ما بين الظبية، ما بين سمحة، ما بين أهل الخوانيج وأهل الظفرة في الغربية، لكن أهل العين، أهل العين وأهل المسعودية يا أبو محمد، هل المسعودي قادمين مع جواهر احمد بن عبيد بن عني بن يزرب، العامري قادم مع انطلاقة جواهر، جواهر جواهر جواهر، يا سلام ثلاثية اول اشواط الذلل، المحليات الاصايل، الانتاج وصل بن خصيبة، وصل الشاعر بن مصلحة، قادم بن مصلحة يبغي النقطة الثانية في هذه التحديات، رغد رغد بن ضحي قادم، لكن بعود إلى الصدارة، أعود إلى المراكز الأولى، إلى الصدارة، إلى الظبي اللي غيرته، الظبي الظبي على المركز الأول، الظبي الحميري، عادت سمحة، عادت سمحة في هذه اللحظات، سمحة على المركز الأول، زايد بن محمد بن زايد المنصوري يتقدم على الصدارة والمقدمة بقيادة سمحة على المركز الأول، هل الظفرة، هل الظفرة يتقدمون، هل الظفرة يبدعون يقدمون، سمحة صاحبة الإنجازات، صاحبة الإنجازات تعرف دائما هذا الميدان، ها هي سمحة على المركز الأول، سمحة على الصدارة، سمحة على المقدمة بشعار زايد بن محمد بن زايد المنصوري يتقدم على المركز الأول قائدا لمسار هذا الشوط، منطلقا على المركز الأول مع سمحة، سلام سلام يا الظفرة، سلام 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 إلى هذا الشعار، شعار يا ما قدم العديد من الأسماء في عالم الأصايل، تهانينا والناموس لزايد بن محمد بن زايد المنصوري، سلام يا الغربية، سلام وسلام إلى الظهرة. المركز الثاني وصلت النويعة الخميس بن محمد بن خصيبة الظهري، المركز الثالث هذه معتادة لسعيد بن حمد بن مصلح من جمهور الأحباب، المركز الرابع جواهر لأحمد بن عبيد بن علي بن يزرب بن عامري، والخامسة الظبي لراشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. هكذا هي النتيجة للخمس المراكز الأولى المتقدمة، عودة مع التوقيت الزمني، لحظات التوقيت الزمني، لحظة وصول سمحة 13 دقيقة 10 ثواني، وفاء وتماما تهانينا وناموس لزايد بن محمد بن زايد المنصوري. المركز الثاني نتابع المركز الثاني 13 دقيقة 14 ثانية جزء واحد من الثاني، نويع عزي خصيب لخميس بن محمد بن خصيب الظاهري، المركز الثالث معتادة اللي وصلت على المركز 13 دقيقة 19 5 أجزاء من الثانية، هذه اللي وصلتنا معتادة لسعيد بن حمد بن مصلح من جمهور الأحبابي، معتادة اللي احتلت المركز الثالث، you